تابع بالتأكيد السوشيال ميديا بعد ما كانت بتتكلم بقالنا يومين عن الأداء وعن النتيجة وعن التوقعات وعن اللي حصل. ناس كتيرة دلوقتي عمالة بتتكلم عن إن في خلاف عن يعني أو حملة تجاه لاعب الأهلي وليد سليمان بسبب تدخله مع لاعب الزمالك محمد عبد الشافي وإصابته، وإن هو راح زاره. إيه رأي حضرتك في الحملة دي؟ وإن هل إحنا اللي بنقود السوشيال ميديا ولا هي السوشيال ميديا هي اللي بتقودنا؟ لا، خليني اقول لحضرتك في البدايه انه ده ماتش بين الاهلي والزمالك في الدوري المصري، هم اقطاب الكره المصريه. الطبيعي ان لما يبقى في خساره لاحد الفرقتين في مباراه بينهم، ولكن تبقى الخساره بعد حاله عدم استقرار، بيبقى في قلق، خصوصا ان الفرقتين داخلين على مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. بنتمنى الفرقتين يبقوا موجودين في النهائي، فبالتالي الخلل او ان الناس بتنتقد اداء النادي الاهلي بينتقدوه عشان هو داخل على بطوله مهمه، هو داخل على مباريات حساسه، هو كمان في بعض اللعيبه الكبار مشوا من الفرقه، ففي حاله قلق وخوف من جمهور النادي الاهلي على فرقتهم. ولكن انه لما نروح لموضوع نادي وليد سليمان وزيارته لمحمد عبد الشافي، انا من خلال معرفتي كمان بوليد سليمان ومعرفتي بمحمد عبد الشافي، ولكن اعرف وليد سليمان عن قرب. وليد سليمان انا من النوع اللي عارف انه بيلعب اللعب الرجولي داخل الملعب، ولكنه يتعمد الاذاء زي ما الناس بتقول برضو على طارق حامد. ما فيش لعيب بيتعمد الاذاء، في لعيب بيأدي برجوله، في لعيبه كتيره جدا بنشوفهم، راموس لما ضرب محمد صلاح، او بنشوف لعيبه جاتوزو كان في ايطاليا، اللعيبه دي بتلعب ادائها خشن داخل الملعب. لكن انه زياره وليد سليمان زي ما قال في بيانه النهارده هي زياره انسانيه في المقام الاول، لفته انسانيه الحقيقه جميله جدا وتقدر يعني بالظبط، وليس فيها مثلا اعتذار. يعني انا حتى كنت بتكلم مع وليد قال ان انا ما بعتذرش، انا رايح علشان ازور حد مصاب تعبان، حتى لو مش انا اللي ضربه كنت ممكن اعمل ده. فبالتالي السوشيال ميديا، هنوصل لموضوع انه فعلا السوشيال ميديا في الفتره الاخيره هي اللي بتقود معظم، ممكن اقول لك بتقود اكتر من الاعلام كمان، كل واحد بقى عنده منبر اعلامي من خلال صفحته الشخصيه فبيقدر يتكلم من خلاله. صحيح. مش بتقود بس اعلام، دي بتقود مجالس ادارات في اتخاذ قرارات. بعض المجالس الادارات يعني بيعملوا بالونات اختبار كثيره جدا من خلال السوشيال ميديا، يبعتوا مثلا يقولوا انه احمد عبد الباسط هيبقى مرشح لكذا، وبناء عليه بيشوفوا رد الفعل او الراي العام على السوشيال ميديا، ويتم اتخاذ القرارات بناء على هذا الامر. اعتقد انه الامور سخنه جدا جوه النادي الاهلي، ولكن ده طبيعي عشان احنا داخلين على مباريات مهمه الفتره اللي جايه سواء للاهلي او الزمالك. ولكن المهم دلوقتي الناس بتتكلم على لعيب زي مروان محسن. انا طبعا لازم ان انا انتقد اداء مروان محسن، ولكن ما اذبحوش، يعني خصوصا في الفتره اللي احنا بنتكلم فيها دي. هو اللعيب المسجل في القائمه الافريقيه بالنسبه للنادي الاهلي، فبالتالي نوع من الهدوء فقط للنادي الاهلي، نوع من الهدوء لنادي الزمالك، لان الزمالك قفل على فرقته، عندهم نوع من انواع الاستقرار. وده ناتج طبيعي لانه الاهلي الفتره اللي فاتت مر بخلل في حته التعاقدات مع اللعيبه او الابقاء عليهم داخل النادي الاهلي، وده اثر جدا على غرفه الملابس. فبالتالي برضه لاعب زي مروان، انا من خلال معلوماتي برضه عارف ان مروان عايز يمشي، يطلع على الاقل اعاره خارج النادي الاهلي، شايف ان الموضوع في عدم توفيق، في الحظ مش حليفه الفتره اللي فاتت. فبالتالي الامور كلها داخل النادي الاهلي حسمها الكابتن محمود الخطيب لما عمل جلسه مع اللاعبين ثاني يوم، وقال لهم انتوا لازم ترضوا الجمهور، ومرضيه جمهور النادي الاهلي بشيء كبير، يعني هو بيشاور لهم على بطوله افريقيا اللي غايب عن النادي الاهلي منذ فتره بعيده. طب حضرتك شايف يعني الفترة اللي جاية هتكون قاري المشهد ازاي بالنسبة للنادي الاهلي؟ طبعا القلعة الحمراء دي بالنسبة لناس كتيرة جدا شيء اساسي، فشايف الفترة اللي جاية هتكون بالنسبة لهم ازاي؟ خلينا نكون منصفين، اللي بيحتاج لتدعيم هذه الفترة، انا دايما بحط الاهلي والزمالك في جملة موحدة، لانه احنا ما ينفعش نتكلم على حد ونفصل حد، احنا الاثنين بيمثلوا كيان الكرة المصرية. ولكن لو اتكلمنا عن النادي الاهلي، لان في دروب كبير حاصل داخل النادي الاهلي، ما نغفلش دور نادي الزمالك وفوزه مباراة مهمة وثلاث نقط، خاصة ان ده بتعتبر بطولة بين الناديين دايما او بين الجمهورين. ولكن النادي الاهلي يحتاج الى تدعيمات كبيرة جدا. النادي الاهلي في اخر 3 سنين فقد 5 من اهم لاعبين في الكرة المصرية، فقد شريف اكرامي، فقد عبد الله السعيد، فقد حسام عاشور، فقد احمد فتحي، ومؤخرا رمضان صبحي اللي يعتبر هز الوسط الرياضي كله. فبالتالي النادي الاهلي العمود الاساسي بتاع الفرقه مش موجود، لا مطالب بتدعيمات كتيره جدا. النادي الاهلي عشان يخرج من الموضوع دوت لازم ان هو يشتغل بدري جدا على تدعيمات مهمه جدا. النادي الاهلي
محتاج احلال وتجديد في الفرقه، لان زي ما ذكرتي في المقدمه انه في ناس بتقول انه في صفقات ما ينفعش تلعب، فعلا في لعيبه داخل النادي الاهلي ما ينفعش تلعب داخل جدران النادي الاهلي، ما ينفعش ان هي ترتدي قميص النادي الاهلي. نفس الحال كان في الزمالك من سنتين، كان اي كان في ناس ما ينفعش ان هي تعدي على نادي الزمالك وتلعب في نادي الزمالك. صحيح. الامور تحتاج الى استقرار اكثر داخل النادي الاهلي، الى ضبط الامور بحيث انه خلاص في ماتشات خلال الشهر اللي جاي، دوري ابطال افريقيا، الزمالك بيبحث عن اللقب، الاهلي بيبحث عن اللقب. نتمنى ان الاثنين يبقوا في النهائي، والتوفيق للي يحالفوا الحظ، ولكن ده جرس انذار بالنسبه للقلعه الحمراء. طب ايه الرساله اللي حضرتك توجهها للجمهور، سواء كان جمهور نادي الاهلي او جمهور نادي الزمالك؟ بالتاكيد رد فعل الجمهور وتفاعله، سواء كان تفاعل ايجابي او سلبي، ده بيأثر كمان على اداء اللاعبين. شوفي، هو الجمهور بطبيعته بالتشجيع العصبي بتاعه ما ينفعش، مش هينفع معاهم. بس يعني انا اوجه لهم رساله، ما عادش حد بيتقبل الموضوع لسبب بسيط جدا. تفريغ المدرجات من الجمهور منذ فتره بعيده جدا، وده لاسباب كتير. اصبح ان القاعد خلاص بيطلع طاقته التشجيعيه على السوشيال ميديا، بيقول رايه على السوشيال ميديا، فبالتالي كل واحد بقى صاحب رساله، كل واحد هو شايف نفسه انه صاحب هدف، كل واحد شايف انه هو الصح. لكن العقلانيه بتقول يعني بتحتم على الجميع الفتره اللي جايه انه لازم الكل يدعم ويساند، كله بيدعم فرقته زي ما جمهور الزمالك بيدعم فرقته وجمهور الاهلي بيدعم فرقته. الدعم المطلوب، ولكن الانتقاد والذبح والتجريح، ولكن هي دي كره القدم. عشان ما هي دي كره القدم، احنا متاخرين في الثقافه الرياضيه شويه عندنا في الفكر والحاجات دي، ولكن ده طبيعي يعني. ومش هينفع ان انا لو وجهت لهم رساله يا جماعه لازم نشجع بعض بحب او بالكلام ده، محدش هيسمع. خلاص كل واحد بقى اصبح ليه راي، كل واحد بقى اصبح صاحب قرار. فبالتالي الرساله اللي انا بتمناها انه اللاعبين نفسهم الاول نخرج بروح رياضيه زي ما وليد سليمان عمل كده مثلا. ان احنا انا كنت شايف انه مباراه القمه دي ما حصلش فيها مشاكل او ازمات، ده يعني كان بيمحو ما حدث في مباراه السوبر الاخيره اللي اللاعبين عملوها. يعني مش شرط ان الجمهور بس هو اللي بيخطئ، ساعات اللاعبين بيخطئوا، ولكن اتمنى ان شاء الله ان الفتره اللي جايه تشهد استقرار، لانه ده بالتبعيه بيعود على منتخب مصر. بالتأكيد. يعني بالتبعيه بيعود على منتخب مصر، والمهمه الصعبه للكابتن حسام البدري اللي بياخدها مع منتخب مصر سواء تصفيات افريقيا او